ديانا، أتعلمين أنني أحبك كثيرا؟ تيمور، أعلم أنت تخبرني بهذا كل يوم. أنا أيضا أحبك. دانا، ماذا تفعلين هنا؟ مرحبا. اسمع صديقة أختي، أخرج من هنا، يجب أن أتحدث مع ديانا. ديانا، هيا تيمور أخرج، لدي فرصة لأتحدث مع دانا. سأنتظرك في الأسفل. أجل. إذا دانا، ماذا تريدين مني؟ لما جئت إلى هنا؟ ماذا؟ هل طردوك فروكس؟ لن أدافع عنك. ديانا، أريد أن أتصالح معك. لا تغضبي لأنني في فريق فروكس، نحن أخوات. دانا، أنزلي خنصرك الصغير واستمعي الآن إلى أختك الكبرى. إذا لن تتصالحي معي؟ إن قلت أنه علي أن أترك فريق فروكس سأذهب. إذا إن جاءت أختي الصغيرة إلى هنا كي تتباهى، عندها اذهب الآن. دانا، ألا تفهمين أن فروكس يستغلونك؟ اقرأي التعاليق، الجميع يكتب عن حقيقة أن فروكس يستغلونك لتكتبي لهم الشعارات. يبدو أنك تريدينني أن أكره فروكس لأنك لا تحبينهم. أثبتي لي أنهم يستغلونني وعندها سأتركهم. أثبتي لي. رائع، هذا ما نتحدث عنه. دانا، أنت صغيرة جدا، يجب أن تنصتي لأختك الكبيرة. حسنا ديانا، اهدئي، يجب أن أجد بوني. مدربة أبي، هل سنتحدث أمامهم؟ سيندي وتايا، أخرج من هنا. تبا لي هذا. فتيات اسمعوا، سأشرح لكم كل شيء الآن. لدينا مسابقة قريبا، لكنني أريد أن أخذ معي تايا وسيندي. أمل أن توافقوا. ماذا؟ لن نفعل. سيندي وتايا يأتون معنا؟ لا مدرب أبي، لن يحدث هذا. فتيات، لا أفهم، أين هم بوني اللطيفات التي كنت أعرفهم؟ أنتم شريرة، لا شيء جيد فيكم. سيندي وتايا، اصمتوا، أفضل الناس يوجدون هنا. ديانا ستكون ضد هذا، وليس ديانا فقط، أنا أيضا ضد. سنذهب للمسابقة ولن نتسكع مع تلك الغبيتين. أجل، لا نحتاج للمشاكل قبل المسابقة. سنتصرف جيدا. فتياتي وسيندي سيكونون تحت نظري، كل شيء سيكون بخير، لن يأتوا عندكم. حسنا، أحتاج موافقتكم. فتيات، هل نوافق؟ لا. سيندي وتايا، لن تأتوا. مدربة أبي، لا نريد هاتين الاثنتين أن يأتوا معنا للمسابقة. أجل، يسببون المشاكل. أيمكننا الذهاب؟ انتهى التدريب. أجل، يمكنكم الذهاب، إياكم أن تطلبوا مني شيئا. مدربة أبي، ألا نأتي؟ لا، لكن سأفكر في شيء يعتمد علي. لقد سمعناك مدربة أبي. لن يأتوا معنا. لما لا يحبوننا؟ نحن لطيفات جدا كالحمل الوديع. فتيات، لستم لطيفات لتلك الدرجة، أخبرتكم أن لا تعجبوا بلعب كرة السلة. لكنهم وسيمين جدا. تبا، ستجدين شابا أفضل. أبي، هل نأتي معكم؟ حسنا فتيات، لا أستطيع أن أعدكم، لكن سأبذل جهدي لأخذكم معي. أظن أنه لن نأتي. لا تقلقي، لم يقبلوا، سنتسلق في السيارة. سنذهب. أنا وسيارة؟ انظري لي. إن أردت الذهاب تستطيعين فعل ذلك. سمعتم ذلك؟ هذا فيل جائع يطلب الطعام، وهذا أسد مع جرح في كفه. أنا أنقذ الحيوانات كل يوم وأحتاج إلى المساعدة. لنقم بإعادة هذه الحيوانات إلى حالتها الممتازة ونبني البيوت لكل منهم. قم بتنزيل لعبتنا الآن، أصدقاؤنا الحيوانات في انتظارك. شباب، مرحبا، بيتزا، أريد كاكاو. ديانا، آسف، هل أذيتك كثيرا؟ لا بأس، بخير. ديانا، أنا لم أرك. لورن، أنظري. لا أفهم. ديانا، أحضر لك ضمادة. لا ديما، كل شيء بخير، كتفك صلب جدا. ديانا، آسف، إنه الدرع. فهمت. ديانا، هل لديك كدمة؟ أي كدمة ديما، أنا بخير. هي أمين العادي أنني أجلس هنا. ديانا، لن تتوقفي عن الالتصاق بأصدقاء الآخرين؟ إيه دائي، صدمت ديانا، متأكدة أنك بخير؟ أجل ديما، أنا بخير. اسمعي لورن، أنا لا أقترب من صديقك، لكن إن كنت أريد أستطيع أن أتغزل بجميع من في هذه المدرسة. نانسي، هل بينهم كيمياء؟ لا، ديما فقط صدمها بكتفه. ديما، تعال بسرعة. آسف مجددا. ديما، لا بأس، حسنا اذهب، إلا ستقتلك لورن، إنها غاضبة جدا. حسنا ديانا، آسف. ديما، اسمع، لقد صدمتني عدة مرات بكتفك، لكن لم تحم من حولي ولم تقترح علي ضمادة. ما كان هذا؟ لورن، أنت لاعبة كرة قدم، تعرفين ما ذاك شعور. لما تضحك، إنها تغار على صديقها. ديما تصرف بنبل، الغيرة ليست مناسبة هنا. لا أعلم ما الذي حدث. حسنا ديما، تذكر أنني أيضا فتاة وأنا أيضا حساسة. بيتزا آيس، أريد الكاكاو بالمارشميلو والكثير من المارشميلو.
ألو كرابا، أين أنت؟ أنا أنتظركم، أنا في المقهى. حسناً، بسرعة. أجل، لدي شيء لأقوله. غريب، لديك مسابقة ومارشميلو قبل المسابقة؟ آيس، إن كنت بهذا الغباء سأخبرك. المارشميلو هو النبات، ونباته هو البروتين، لذا فهو لا يزيد الوزن. بيتزا، تعرفين الكثير عن المارشميلو. احتراماتي لك. المزيد من المارشميلو. المزيد من المارشميلو. بالمناسبة، الباور بانك رائع. هل شحنت هاتفك؟ أعطيني الآن لأشحن. آيس، اشتري باور بانك خاصة بك. آيس، إن كنت تريد أن تشتري باور بانك، أدخل واشتريه. حسناً، ليس عليك أن تطلب صديقتك. شكراً ديانا، سمعت آيس أن تطلب من فتاة ليس جيداً. سأشتريه غداً. ديانا، أنت هنا لا توجد لدينا أخبار جيدة لك. أبي تريد أن تأخذ بعض الخوانة للمسابقة. وهم تايا وسندي. آيس، أربعة كاكاو بالمارشميلو. شباب، هل أنتم جادين؟ هل أبي سقطت من شجرة؟ ديما، إن نظرت لديانا مجدداً سأتركك. لما لدي عينان؟ لكي أنظر. ليس لصديقاتك السابقات، لكن كيف خاصتي لا ينظر لأحد، لهذا أنا أحبه. ما رائع، أنا أحسدك. أريد طبقا كبيرا من المكرونة. لوران، ماذا؟ لقد أفسدت مزاجي. فتيات، لا تقلقوا، بصفة القائدة أعدكم أن تايا وسندي لن يأتوا معنا. أنا ضد. حسنا، نأمل ذلك. ديانا، ماذا تريدين أن تخبرينا؟ حسناً، تخيلوا، ذهبت لغرفة الملابس ووجدت دانا تجلس هناك. أتعلمون ماذا قالت؟ عرضت علي أن نتصالح. لكن أتعلمون ما المضحك؟ لن تترك فريق فروكس أبداً. فتيات، لا يمكنكم أن تتصالحوا. ديانا، دانا هي أختك. حسناً، إنها تحب فروكس فليكن ذلك. مايا، انظري ماذا لدي. أرنبي، شكراً، أحب المصاصات. فتيات، الكاكاو بالمارشميلو. شكراً بيتزا. فتيات، أفهم أن دانا تريد أن تكون في فروكس، لكن هذا غريب جدا. فروكس يكرهوننا. ديانا، هل أنت خايفة من أن تتوقف دانا عن حبك؟ لا ناسيا، أنا أخاف أن يقول فروكس شيئا سيئا عني لدانا. ديما، هل أنت غاضب مني؟ بالطبع. انظر ماذا لدي. لا أحب المصاصات. حسنا، أنا أحبها. نكهة التفاح. أها، حسنا، أعطني. كيف، أريد مصاصة أيضا. اذهبي عند بيتزا وآيس واشتريها من هناك. حسناً توماس، كنت تصرخ أنك ستواعد ملكة المدرسة. إذن لقد اختاروا الملكة. ظننت سندي من ستفوز. لقد اختار دانا. إنهم جميلات معاً، شقراوات معاً. إذن هيا توماس، أطلب من دانا المواعدة. هل تمزحون؟ هل تسخرون مني؟ حسناً دانا، أظن أنه يجب أن نصبح أنا وأنت بي أف أف. واو، رائع، أريد بلوندي. ماذا؟ أنا ودانا الآن بي أف أف. فروكس، لحظات، تعالوا هنا، لا نراكم في اللائحة. أية لائحة؟ أية لائحة؟ لائحة المسابقة. فتيات، استيقظوا، اذهبوا للمقهى واشربوا العصير. ألن تذهبوا للمسابقة؟ سنذهب، دعوني أوقع. بلوندي، لا أفهم خطتك. لدينا الكثير من الشعارات الآن. لما دانا صديقتك المفضلة؟ ماذا يدور في عقلك؟ فقد دانا ترسم الأيلاينر باحتراف. ماذا؟ أرى أن يجب أن تكون لدينا أفضل الأماكن الرطبة، نريد السفر براحة. سمعتم فئران؟ نحن من سنذهب في الأماكن المريحة. أجل، إداريات المدرسة. حتى أنني حجزت غرفة في أحسن فندق، حيث يقدمون الفواكه والحلوى بالمجان. أجل، 5 نجوم؟ لا يا أنا، 7. لياليا، هناك جاكوزي. 2 جاكوزي. لياليا، أنت الأروع. مرحباً فاشلين. توماس، هيا، الملكة جاءت. بروفاستي، وإلا ستقرضني 100 دولار. 100؟ مستحيل. سيكون هذا ممتعاً. إذن فتيات، يجب أن نأخذ معنا الكثير من الطعام اللذيذ للمسابقة. أجل، لأن هناك فقط الخضروات المبخرة والمشوية والنيئة في المقهى، لا شيء آخر. هذا صحيح، إن أكلنا الكثير من الكعك لن نستطيع القفز ولن نستطيع النفوذ. أنا مع الطعام الصحي. هذا صعب. سنأكل الأكل الصحي صافي. هل لدى إحداكن أحمر شفاه صحي؟ أجل، أنا لدي. لحظة، بلوندي تحب أن تصنع صداقات مع الأعداء. لا تنسي، دانا هي أخت ديانا، ولا أحد يعرف ما يدور في عقلها. فتيات، يبدو أن الفاشلين ينصتون علينا. الفاشلين؟ ما هذا؟ مرحبا فتيات، أنتن جميلات جدا. هيا اذهب لتعطينا أنا وبروفاسي 100 دولار ونذهب للسينما. توماس، لما تحدق بهكذا؟ أهناك شيء لتقوله؟ أيها الفاشلين، لن تأتوا معنا للمسابقة. توماس يريد الاعتراف لأحد ما. أجل، هيا توماس، بالتوفيق، هيا. توماس، هل وقعت في حب واحدة منا؟ توماس.
توماس، لقد أخبرتك أنني لن أواعدك. لحظة، ملكة المدرسة. حسناً فتية، لقد قلت أنني سأواعد الفتاة التي ستصبح ملكة. دانا، هل تواعدينني؟ ماذا؟ قولي لا أرجوك. جيجي، اليوم سنحصل على $100 ونذهب للسينما. أجل بروفاسي، أرى في أعين دانا. توماس، اذهب من هنا. دانا، لقد وقع في حبك. توماس، أنا لست مهتمة بالأولاد، لدي تشجيع. توماس، لا تقترب من صديقتي المفضلة. فتيات، هيا. المئة. توماس، 50 للواحد. حسناً، سأذهب للسينما معكم وأدفع لكم. توماس هو أفضل صديق. إنه نائم. أخاف أن يستيقظ الآن ونحن ذاهبين. ألا تسمعين هذا الشخير؟ هيا. فتيات، إلى أين؟ لنشرب بعض الماء. أحب مياه الصنبور، مذاقه لذيذ. فتيات، تحاولون خداعي؟ رأيتكم تمشون نحو المخرج، أتريدون التغيب عن الفصل؟ إذن جورج، ماذا يحدث هنا؟ مرحبا معلم مايك، ذاهبين لنشرب الماء. أجل من الصنبور، نحب ماء الصنبور. وجورج قال أننا نريد أن نتغيب عن الفصل. فتيات، لما تشربون من ماء صنبور؟ إن كانت هناك مياه معدنية في الطابق الثاني. أجل، اذهبوا واشربوا الماء العادي، وإلا سأتصل بوالديكم وأخبرهم أنكم تريدون التغيب. جورج، أنت تعبث معنا، وأيضا معلم مايك، جورج كان نائما. ماذا إن دخل أحد ما لهذه المدرسة؟ ماذا، نائم، كنت أغلق عيني فقط. جورج، إن نمت مكان العمل سأطردك. مايك، تعلم أنني متيقظ. جورج، أنا أعرفك، توقف عن لعب البلايستيشن. مايك، كيف عرفت؟ جورج، هل نسيت؟ نحن جيران، لدينا شرف متقابل، أرى كل شيء. حقا كل شيء؟ أجل. مايك غالبا رأى الرقم السري لحسابي. ماذا يجب أن نفعل؟ لا أعلم، لكن سنبذل جهدنا. لنجرب عبر الباب الخلفي أن نذهب. هيا. فتيات، هل نأخذ معنا الأولاد إلى المسابقة؟ أجل. فتيات، سيكون الأمر ممتعا أكثر. حسناً، إذا سأخبر تيمور بهذا اليوم. فتيات. أولاد، مرحباً، كنا نتحدث عنكم للتو. حسناً، قريباً أنا والفتيات لدينا مسابقة ونريدكم أن تأتوا معنا، هل تأتون؟ أجل، سنفعل. ماذا، ستكون هناك تسلية بعد المسابقة؟ حسناً، بعد المسابقة سنذهب للسينما أو لبعض المقاهي. سنذهب فتيات، لكن أين سنمكث؟ سنمكث في أربع فندق. أولادها، مجينا أن تتصرف جيدا ولا تسيئوا للتاليسمان خاصتي. مايا، توقفي عن الدفاع عن تاليسمان، أنت تتصرفين كوالدته، لكنه لم يعد صغيرا. أجل، تاليسمان كفتيات. ماذا؟ انتظر لحظة تاليسمان. تيمور، سألكمك على عينك الآن. مايا، وسألكمك أنا أيضا. أنا أمزح فقط، لكن ليس عليك أن تدفع عن تاليسمان إلى هذا الحد. فئران، أكتب أن الأولاد سيأتون معنا. لا، لاعب السلة لن يذهبوا. الفتيات فقط ما سيذهبون، لا يوجد ما سيفعله الأولاد هناك. فئران، إن لم يكن لديكم أصدقاؤكم عندها، اذهبوا بمفردكم، لكن نحن سنذهب مع لاعبي السلة. أجل، لأنا إضافة للمسابقة سنذهب للتسكع. شباب، لنذهب لغرفة الملابس. لاعب السلة لن يذهب لأي مكان، إنها مسابقة التشجيع وليست كرة السلة. فئران، لا يمكنكم التقرير. الأفضل أن تكتبوا وإلا ستنسون. حسناً، سأكتب وسأحجز لهم أسوأ فندق. أجل يا لي، حيث توجد السراسيل والفئران. لا أفهم، هل لديك شيء ضد الفئران؟ أنا أخاف منهم. أجل، الجميع يجب أن يخاف منا نحن الفئران. إذن أولاد، إن كنتم ستأتون معنا إلى المسابقة، عندها لا يجب أن تحزنوا، واضح؟ إن حزنتم كالمرة السابقة، عندها سننفصل عنكم. تاليسمان، هذا لا يخصني. شكراً مايا. ماذا؟ حسناً، لكنني جادة. دانا كانت على وشك أن تمسكني أنا وتيمور اليوم في غرفة الملابس، حتى تيمور أراد تقبيلي. أجل صحيح، أمل أن تفهمنا دانا وتسامحنا. دانا ستقول كل شيء لوالدتك. لكن أبا، دانا لم تقل لها شيئاً منذ مدة. طبعا فتيات، أنا أتمشى بهذا الحقيبة لثلاثة أيام ولم تقول هل هي رائعة. هل أحطت ملابس الجديدة؟ إنها حقيبة رائعة مايا. فتيات، جميعكم هنا، ديانا أبحث عنك. الآن المدربة أبي ستتملق لسيندي وتايا. ديانا، لا توافقي مهما كلف الأمر. فتيات، أعلم. أجل مدربة أبي، أسمعك. ديانا، هل فكرت في تايا وسيندي؟ أردت أن أخذهم معي، أمل أن تكون الفتيات أخبروك. مدربة أبي، لن أفكر في هذا أبداً، لكن لاعب السلة سيأتون معنا. فقط قولي أنك لست موافقة. حسناً، فهمت، رغم أني ضد لاعب السلة، لكن لدي اقتراح. تريدون مذكرة بلاندي؟ ماذا؟ أهي مذكرة
هي؟ مدربة أبي، هل تسللت لخزانة بلوندي؟ لا، وجدتها على الدرج. بلوندي أضاعتها. هل أتخيل أم أن المدربة أبي تعرض علينا اتفاقا الآن؟ لا تتخيلين فقط. إن كنتم تريدون المذكرة، سندي وتايا سيأتون معنا. يا أنا لن أخذ تايا وسندي. كنابا، لكنني أحتاج لمذكرة بلوندي، لذا سأوافق على كل شيء. حسنا، المدربة أبي موافقة. كنابا، إنها حقيقية. ديانا، كنت أعلم أنك ستوافقين. إذا لنحزم أمتعتنا، المسابقة اقتربت. ما نكتب هناك؟ إذا في بداية المذكرة لدي 10 شعارات اخترعتها دانا، لكن في المسابقة سأقول أنني أنا من كتبتها. دانا ستغضب مني، لكن سأقول آسفة، نحن BFF. دانا ستسامحني وكل شيء سيكون بخير. هذا الآن هو دليلنا. حسناً، اليوم دانا ستترك فريق فروكس. هل ستري المذكرة اليوم؟ بطبيعة الحال سأفعل. شباب، قريباً دانا ستعرف كل شيء وستترك فريق فروكس. كل شيء سيكون كما نريده. دعوا إعجاباً واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقاً. وداعاً.